أغلق المدعي العام السويدي التحقيق في هجمات نورد ستريم، فيما رجحت الشرطة الدنماركية تقديم مزيد من المعلومات حول التحقيق في الهجمات التي ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز تحت بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا، وذلك بعد عدم تمكنها على ما يبدو من تحديد هوية المشتبه به. وفي أول رد فعل روسي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن التركيز الآن سينصب على التحقيقات التي تجريها ألمانيا في هذا الإطار بعدما أوقفت السويد التحقيق. أريج محمد تنضم إلينا من موسكو، هل تسنى لك مروج معرفة أي ردود فعل روسية على أريج محمد توقيف هذا التحقيق؟ فضيلة، في الحقيقة الردود الروسية ربما تأتي دائما في إطارها المتوقع على هذه القضية. الموقف الروسي القائل دائما بأن موسكو لطالما طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف كما وصفه الكرملين والخارجية الروسية مرارا وتكرارا في ملابسات ما جرى وما وصفته طبعا على أعلى مستوى، على مستوى الرئيس الروسي بالعمل الإرهابي التخريبي الذي طال أهم مشروع اقتصادي بين روسيا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة. طبعا هذا الموقف لم يتغير، وهو ما نلمسه من خلال تصريحات بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية المستجدة، والتي أيضا ربما من خلال نبرتها والنبرة التي تحدث بها وقال إن إيقاف المدعي السويدي للتحقيقات الجارية من جانب السويد في ملابسات ما جرى هو موقف أو قرار وتطور لافت بالنسبة لروسيا التي لطالما كانت دائما تقف في موضع الشائك أو موقف الشائك وتصف ما يجري حول وما يخيم بهذه القضية من تحقيقات يجري التكتم عليها فيما يتعلق بالجانب الروسي والمطالب الروسية بطبعا الوصول إلى مجريات هذه التحقيقات من قبل دول ومن بينها السويد وألمانيا والدنمارك. بطبيعة الحال هذه المطالب الروسية لم تقابل بأي طبعا رد فعل إيجابي من جانب هذه الدول. وأيضا بعد إغلاق المدعي السويدي لهذه التحقيقات طبعا موسكو صدد أو تنتظر الموقف الألماني لطالما كانت أيضا ألمانيا من أكبر الدول المتضررة بحسب ما تتحدث به موسكو من جراء ما حدث. وهناك شركات طبعا ليس فقط على مستوى الشركات المستهلكة للغاز الروسي ودافعي الضرائب الألمان الذين أيضا يصنفهم الكرملين في خانة المتضررين من ما حدث لأنابيب نورد ستريم، وإنما أيضا هناك شركات كانت طبعا تقوم بوضع هذه الأنابيب والاستثمار فيها تضررت أيضا. فكيف سيكون الموقف الألماني؟ يتساءل الكرملين بعد إغلاق التحقيقات من الجانب السويدي، هل سيكون هناك تحقيق شفاف وموضوعي واهتمام ألماني بإجراء هذه التحقيقات؟ موسكو ستراقب عن كثب وستتابع تطورات هذه القضية وسيكون لها ردود فعل لاحقة فضيلة، وذلك بالاعتماد على المواقف والتطورات اللاحقة. شكرا أريج محمد في موسكو.